السلام عليكم اخواتي، شكرا للتعليقات الحلوه اللي كتخليوها لي دائما، ومرحبا بكم اخواتي اللي انضمتوا للقناه الجديدات. وشكرا هنايا تقدروا تشاركوا في القناه ديالي. هنايا كنت درت هذه البطاطس اللي كنت غرستها من قبل، ما شاء الله زوينه. تقدروا تشاركوا هنا في اليوتيوب في القناه ديالي، مرحبا بكم. وعندي صور 8866 في الانستغرام اذا بغيتوا حتى تكلموا معايا ولا تشوفوا صور ديالي وهكذا. مهم الا بغيتوا تسالوني عاود. مهم هنايا كنت قلعت هذيك البطاطس ما شاء الله اللي كنت غرستها. هي البطاطس ولو انها في كيس وفيها التراب مزيان تغرس، هذيك اللي كتكون عاد خرجت البراعم ما رميوهاش، فمن الاحسن ديروها. يمكن ان هدرتها في اوت، يمكن هذيك هي. ومن بعد صافي كانت صافي بست شويه لان عندنا الجليد، صافي قلت يلا علاش غادي نخليها تما تضيع وصافي نو نديرها، لان يقدر انها 3 شهور هكذاك 3 شهور سي. مهم كانت صغيره ما شاء الله. هذيك اللي كبيره اللي كتشوفوها كبيره، يمكن هذه اللي كنت هذه كنت غرسها عاود وانا نسيت فيها. مهم هذه اللي لقاها قاعد اللي عندها البراعم ما غاديش نرميها، نديرها في الارض ونخليها تما. وما شاء الله بفضل الله الحمد لله شكرا لله كدير كتغرس وكدير ودير ما شاء الله. مهم هذيك هي، ولو شفتو غير التراب يكون زين وصافي مزيان هذيك هي. وباش تكون مهم قلعتها كلها شويه بشويه. من بعد ملي قلعتها صافي قلعتها غسلتها، قلعت هذاك التراب كله. هذاك التراب ما كيكونش فيه الحجر، خاص يكون ولا بد يكون داير يكون تراب مزيان هذيك هي. ومن بعد الا بغينا نضفوها نقلعوا هذاك الاعشاب اللي كان معها الاعشاب باش ما يقلعوا لها الجهد وكل شيء هذيك هي. مهم كلهم قلعتها. وكاين كان بعض المرات كنت قلعتها عاد شويه كبيره، عاد هذه راه غير عندها يعني 3 شهور هكذاك صافي ماشي بزاف، مع كيما قلت لكم الجليد فولا بد نقلعها من احسن وهكذا. مهم ملي قلعتها غسلتها نظفتها، ملي نظفتها قلعت لها هذه لا هذه راه غلطت فيها، هذه كنت غرستها عاود كنت درت البراعم اذا فدرتها. اما هذيك جديده هي الجديده هي اللي زوينه، هذيك لا تكون قديمه هذيك خاصها عاد ان شاء الله تنبت عاد باذن الله. مهم سمحوا لي الا طولت عليكم. مهم انا ملي غسلت هذيك البطاطس غسلتها نقيتها من داك التراب اللي فيها، ومن بعد درتها الطيب، درتها الطيب هكذاك في الماء. ومن بعد صافي ملي غادي طيب نصفيو من هذاك الماء ونبداو نقشروها كلها. وهاد البطاطس كتكون زوينه هكذا لذيذه ما شاء الله ملي هكذا كتكون. درت فيها شويه السودانيه، شويه دامه نتاع النسمه، غير شويه نتاع الخضروات، وشويه الثوم بودره غبره، وشويه سودانيه هكذا، وشويه داك الكركمه غير شويه، والقصب المعدنوس يابس، وندير عليها زيت الزيتون شويه الملح هكذاك. ومن بعد صافي نخليها فوق النار نقلبها باش هذيك كلشي هذيك السودانيه وكلشي ديك العطور كتكون فيها. ومن بعد صافي غادي نقليها في ديك درتها زيت الزيتون الخاصه بالاغذيه ماشي مجهده، عاود اللي بغى مجهده عاود هذاك الشيء على حسب، شويه الملح. ومن بعد غادي نقلبها نخليها حتى دير شويه تحمر شويه، عاود على حساب اللي بغاها غير تحمر شويه غير شويه ولا اللي بغاها اكثر عاود هذيك هي. من بعد هذه هي زيت هذا تقلى في زيت الزيتون نقلبوها مره ما شويه مجهده، لان الا درناها نخليناها غادي تدير تدبال ماشي يعني باش ما مهم نار شويه مجهده وصافي، ما تكونش مجهده بزاف وصافي. عاود وقليت الحوت داك هذا كيفك خليته هذا حتى تنهى ان شاء الله، وغادي نديرو معكم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. هذا راه ساهل هذا خليناه ماشي ما درتوش. مهم هاد البطاطس اذا فقدمتها هكذا مع هاد السمك الحوت وشويه الخس شويه داك الفلفل هكذا يكون ما شاء الله. شكرا للمشاهده، سلام.